عبري. عادل ماركي على الدوري الخطير، تصويب ولكن كف الدفاع وضرب الجزاء. حكم اللقاء اداها على طول ضرب الجزاء لصالح اياكس هولندي. عرضية لعبة جميلة جدا جت في يد مين؟ جت في يد اللاعب الكرواتي ماركو ليفايا. وحكم اللقاء يدي ضرب الجزاء وانزرتي تاديتش والركلة والهدف الأول. جول جول جوا جول. الهدف الأول، الضربة الأولى الحسنة الأولى والوحيدة في المباراة حتى الآن. هدف التقدم مشاهدينا للكبير الهولندي، يتقدم الآن على أصحاب نرسوا الهجمة البرازيل. اللمسة منطقة طور الجماعية والهدف الثاني. جوا جول جوا جول جوا جول. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا مشاهدينا الهدف الثاني. الضربة الثانية اليوم في مرمى أياك الهولندي. ترجع كورة جارث بايل. جول جول. الملكي في قلب روما متعدي جارث بايل. ريال مدريد ينسى جراحه الاسبانية قاضية. وهذه كرة بايل وبالراس. لوكاس فاسكاز بهدف الامتياز. حاول والكرة بداية العرض لأصحاب الأرض. الفريق العاصم الروسي يسجل أولا. سيسك داخل منطقة الجزاء كرة عرضية والمتابعة. العودة والتعادل. الفريق الضيف التشيكي يفعلها عند الدقود بالنقاط الثمينة والمهمة. هذه كرة عرضية بروس. لوكاس لوكاس يسجل بالروس في أرض الروس في أرض الروس. لوكاس يهدي فريقه. وصلت على مشارف في منطقة الجزاء. المحاولة خطيرة والتسديد. هو كورنيه هو كورنيه. ماكسويل يسجل في مرمى إيدرسون. يضع الكرة في المرمى ويعطي ليون التقدم الآن بأول أهداف اللقاء. اشرب يا عم غوارديولا. ما بين الثلاث فرق قد تتساوى برصيد 90 نقاط. كرة بمحاولة لكن التعديل لبارتي المتخصص في الأبطال. الفرنسي يسجل بعد أن أنقذ السيتيزن في شوط المباراة الأول. يعود مرة أخرى في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية لعملية الإنقاذ. أودي إنزونزين دومبيلي. كرة بمحاولة تصل إلى كورتيو. ماكسويل كورنيه يواصل التألق يواصل التألق ويسجل الثاني. سلام بابا سلام سلام يا كورنيه. يسجل ويقول الآن يبحث عن التعديل. يلعب الكرة في منطقة الجزاء الرأسية. جول جول. هو الأمير الأمير أغويرو. الكون يسجل يعدل النتيجة وينقذ غوارديولا. الكون أغويرو. كانسيلو رونالدو رونالدو. أولا جول
رونالدو ممرر اكستراورديناري، يحط كرة في اتجاه مانجوكيتش وجول من اروع ما يكون هذه اللعبة. كانسيلو كريستيانو، كريستيانو مانجوكيتش، ومانجوكيتش في الجول عند الدقيقة 13. لعبة رائعة بين البرتغاليين، كانسيلو رونالدو، رونالدو على طبق بيسرى لمانجوكيتش، خلى الكرة ضربت في وجه رجله اليمنى وجول. رائعة الكرة من الممرر الرائع رونالدو. وسط ثلاث لاعبين، الريبيري يراوغ، يدخل، يسدد، جول! روعة يا الريبيري! فاصل من المتعة يا الريبيري! ما أجمل كورتك يا الريبيري! يا سلام يا سلام على كورة! هذه الصورة، هذه اللقطة، هذه المراوغة، شوف كيف تلعب باللاعبين، كيف حط في الزاوية البعيدة، هدف من أروع ما يكون يا ريبيري. آدم روبن يتوغل، روبن 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 روبن، يا سلام، سلم يا روبن، أي متعة هذه يا روبن، أي جمال في هذا الأداء يا روبن، كل شيء جميل معك يا أريال روبن، ليلة المتعة وليلة الإبداع، أنت نعم بطل الليلة اليوم يا روبن، في ظرف 30 دقيقة تسجل هدفين، والهدف الثاني أجمل من راسيته، تجد حارس اليقظة، جول! جول! ليفاندوفسكي! ليفاندوفسكي يوقع الهدف الثالث مشاهدينا الكرام، الطوفان البافاري متواصل، وليفا يسجل في هذه اللحظات، الحل جاء من ركنية، نعم، بعد التسديدة وبعد الراسية لتوماس مولير، جاء الدور على ليفاندوفسكي، شوف الإعادة مشددا، هنا خطأ في الإبعاد، صفر بينما لدينا فرصة، كرة الجول! بنفيكا، بدأ قوية بنفيكا، جيتسون البديل يقلص الفارق مشاهدين الكرام، جيتسون البديل يقول بنفيكا حاضر، بنفيكا موجود، بنفيكا يتحدى البايرن في حضرته في قلعته. من المسجل في الشوط الأول، تلعب الركنية، كيميج والراسية، عاد إليكم من جديد، ليفا يسجل من جديد، ليفا يزور الشباك من جديد، هكذا هي هوايته، هكذا هي عادته، ليفا من كل الأماكن يرجع من جديد ويغازل الشباك بالرأس، هذا هو تخصصه، الارتقاء جميل والرأس. ريبيري يتقدم، ريبيري فرصة فرصة فرصة، ريبيري جاء دورك يا الفرنسي، فرانك ريبيري بعد طول انتظار يسجل خامس الاهداف للماكينات البافارية، هل من المعقول ألا يسجل ريبيري اليوم؟ الأولى لكن ضاعت الفرصة من راشفورد، أدي واحدة من لوكاكو، أدي استلام، وأدي فرصة، يفعلها في اللايني، يفعلها مروان في اللايني، يفعلها في اللايني، هنا في هذه اللقطة يحسم الأمور المان يونايتد، يتأهل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.